اهلا اهلا يا ميت. اهلين وسهلين بالانسه اماني، نور المحل والله. كيف صار؟ الحمد لله ماشي الحال. شو وين البضاعه الجديده اللي نزلتها؟ انت حابه تتفرجي ولا تشتري؟ بتفرج بالاول، واذا عجبني شيء طبعا بدي اشتري. طيب يا حسان مر معلم يا عين، فرجي الانسه الموديلات الجديده. تفضلي يا انسه. سيد يامي، ممكن ما تقول لجمانة اني مريت لعندك المحل؟ ليش؟ يعني مو مشان شي، بس لانه يعني هي ما بيهون عليها تفتل لحالي بالسوق وانا ما بحب زعلها. يا ستي امرك. شكرا. اهلا وسهلا. يعني أنا مالي عارفان شو رح تستفيد من شوفته. أخي شوفته فايدة، إذا ما بشوفك اليوم بحكي معه بطق. كمان بدك تحكي معه؟ آخر مرة. لك يا مازن أنت هيك عم تكرهها فيه. أخي بدي أعمل آخر محاولة، إذا جاوبت معي ولو شوي بنلغي عملية الخطف. يعني أنا متعجب، عندك شبوبية بتزحل العقل، ليش عم تصدق؟ بجوز ما بيعجبه أسلوبه. هالمرة رح أغير أسلوبي. ليك ليك يا شيخ مازن. الله يطعمك تحكي معاه كلمة هيك ولا هيك. لا تهزم سيارة شو ما صار. ايه يلا. لا تخافي ما رح ضايق، بس بدي اياك تسمعيني. انت ما منك فايدة؟ هن كلمتين طولي بالي. مالي مستعدة اسمعه. لك يا نادية اذا بتريدي انا بعتذر عنك. شو بدك من البنت؟ انت شو دخلك امشي بطريقة؟ شلون شو دخلني؟ هذا عمي اخو ابي. معلش عمو سبيني على البيت. ما بروح الا انا وياك. عمو ما في مشاكل، سبيني على البيت. تعال نحكي كلمتين على جنب. رح تعلق موفق؟ لك ان شاء الله تعلق، وان شاء الله ياكل قتلي. هذا يا عم يا ابوه. طيب خلينا ننزل نشوف شو في من بعيد. دخيلك انزل انت شوف. مازن لازم يتربى. يا رح انزل. قول خلينا نحكي كلمتين. ما جاوبتني. ليش عم طرد البنت؟ لأني بحبها. بتحبها؟ اللي بيحب التاني بيتعرض له بالطريق؟ أنا ما عم طرد للطريق، أنا عم وقفها لأشرح لها. شو بدك تشرح لها؟ غصبا عنها بالزور؟ أخي أنا غلطان، بس أنا نيتي صافية وبدي أخطبها للبنت. قد عمرك أنت؟ 25 سنة. بنت أخي عمرها 17 سنة وما بدها تنخطب. بعدين يلي بده يخطب بدق الباب، مو بيقفله بالطريق مثل الزعران؟ أنا ماني أزعل. لكن هات شو اللي عم تسوي؟ أخي سميتها هور، بس أنا ماني أزعل. طارق شو جابوا لهون؟ مين طارق؟ رفيق اللي بده يحذر البنت. لسه ما خلص الكلام. شو قصدك لسه ما خلص الكلام؟ سمعت انك انت ورفقاتك بدكم تخطفوها للبنت. شو تفاجأت ما؟ تفاجأت لانه هذا الكلام مو صحيح. نحن وين عايشين؟ هذا السؤال بتسأله لنفسك. اخي هذا الكلام مو صحيح. شو اسمك انت؟ معين. اسمع يا معين، هاي اخر مره بتتعرض فيها للبنت، فهمت؟ اذا كنت انت ابن مسؤول كلياتنا اولاد مسؤولين وما في حدا احسن من حدا، وفتح عينك منيح. هاي دبرت له السيارة وبالتقسيط المريح. إيه مو لازم تدبر له مصيبة بقى؟
لا عمي عزمي، انت ابو المصايب. ها؟ انا؟ قصدي انت اللي بتدبرها. لك عم فكر فكر، ما عم يطلع معي شيء. ايه لا لازم يطلع. صحيح راحت وحدة، بس الجايات كتار. ايه والله الجايات كتار. خاصة شو رأيكم هلا عين؟ فكرة نحط له شقفة حشيش بمكتبه. يا حبيبي يا حبيبي، شو نحن عشاشة؟ لك شو حامي؟ متأثر كثير بالأفلام الأجنبية. طيب بلا الحشيشة قطعة سلاح. هالعنين عندي مسدس بزماناته إجاني هدية من واحد بتعرفوه بس ما راح أقول اسمه. مسدس؟ يخرب بيتك؟ المهم المسدس مخبيه بالبيت وماله لازمة، مخزنه مليان رصاص ومانه مرخص. ايه شو ايه؟ منفوت نحن الثلاثة لعنده على المكتب، اثنين بيلهو والثالث بخبي له يابشي قرني مرتبي. ايه لك شو ايه؟ بعدين نطلع واحدنا بيتصل بالشرطة يحط محرمي على تمه وبيقول لهم انه فاعل خير. ما قلت لك متأثر بالأفلام الأجنبية؟ يا سلام يا سلام، يا هيك الأفلام يا أما بلا. برافو لك، برافو عليك حامي. تعرف هي فيها على القليلة 6 شهور، يعني فيها تسريح من الوظيفة. يعني عمك عزمي يستلم محله. بس هيك رح يروح المسدس عليه. دخلك قديش حقه؟ لك سيدي قد ما كان حقه يكون. بكرة إكرامية وحدة من تحسين بيت بيجيب مدفع مو مسدس. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلين ابو جمال. اهلين عمي ابو جمال، يا اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. بس ما يكون انا جيت هيك بوقت محرج او شيء بنسحب. الله يسامحك. تفضل تفضل. بس خبرني بالاول، قفلت باب المكتب؟ شو قفلته؟ ترسته وقفلته مرتين ورا بعض. يعني عليك حريص. والله يا جماعه ما عم تزبط معي يا اخي، ما عم تزبط، عم بقلبها يمين شمال ما عم تزبط ما عم تزبط. شو هي اللي ما عم تزبط؟ اخي قصه السياره. معلش يا اخي ولو خصوصي الحديث بس ما بيخفاكم يعني 3 سنين. يا والله ما ندرى يعني ما حيبقى شيء من الراتب لا لي ولا لاولادي عاد المؤاخذه. عمي ابو جمال لا تقول بدك تقصرت ل6 سنين. وكر الله، اعوذ بالله، والله انت ما قصرت، كتر الف خيرات. بس يعني بتعرفوا الحال اخي، بحصل تسند جره. انا شو عم فكر؟ عم فكر لي شغله هيك تسند راتبي بعد الظهر يعني، فقلت بركي يعني حدا منكم بيعرف حدا ممكن يشغلني عنده. انا ما عندي مانع، ها بشتغل شو ما كان الشغل بشتغل، ساعه ساعتين ثلاثه لك 4 ما في. والله يا ابو جمال يعني لو لقينا شغل كنا اشتغلنا نحن. سيدي عدم مؤاخذه والله انتم ما كنتم محتاجين يعني. عمي رجعنا تضربنا بحجاره. والله مو القصد، لا والله مو القصد، بس اخي لو وصلت الامانه خلص. وصلت وصلت. بقيت عنكم انتم ضميركم. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. معلش بستعجل. الله معك. الله معك. مع السلامه. الله معك ابو جمال. حامد بكره جيب المسدس. فكرتني تبع زواج. لك انا كل جنسكم ما بطيقه. البركه فيكي. لازم تضلي تحت نظري حتى اشوف النسوان كلهم مثل السم. Thank you.
اهلا وسهلا. هاي ريم. هاي. يا اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا وسهلا. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا روعه، بس انا وعده جارتي اني ساعدها بلف اليبرق، بقى بدك ما تاخذيني بدي اطلع لعندها، اذا بدك برجع بعد شوي. لا لا حبيبتي، شو ترجع، خليكي عادي انت وريم. طقوا حناك. شو هاي طقوا حناك؟ يعني نحكي وندردش سوا. يلا بالاذن، مع السلامة. ريم لا تعذبيها لروعة حبيبتي. ليش انا بعذبك؟ بجوز لانك عم تعذبيها. وكمان حكيت لك لك. شو حكيت لي؟ مثل ما حكيت لبابا وماما اني عم عذبها. لا ريم لا، هيك عم تظلميها لخالتك ابتهال، هي ما حكت عنك شي منيح. ديرو حكت لك. هلا يا ريم انت بتزعلي من كلمة الحق؟ ما حدا بيزعل من الحق. انا حاسة انك عم تعذبيها لخالتك. لا ما عم عذبها. هلا ما عم تسهري كل يوم وبتقلي لي ما عم بتزعليها؟ ما عم تهلكيها الصبح وهي عم تفيقك على المدرسة وبتقلي لي ما عم تعذبيها؟ ما تخانقتي انت ورفقاتك هداك اليوم؟ لك ما ضليتي ساعتين برات البيت وما قلتي لها انك عند رفيقتك؟ كل هالشي وبتقلي لي ما عم تعذبيها؟ بتقلي لي ما حكيت لك؟ لكن انا منين عرفتي كل هالشي؟ احساسي يعني انك انت عم تعذبيها. لا والله. ريم انت بتحبيني؟ يعني شو هالسؤال؟ يعني اذا قلت لك على شغله بتسمعي كلمتي؟ حسب الشغله. هلا انت بتعرفي انه السهر للصغار ما بيسوى، خاصه اذا عندهم مدرسه ثاني يوم. المهم اني عم فيق وعم روح على المدرسه وما باخذ الا 10. هلا بصراحه انت بتحبيها لخالتك؟ طبعا، بالاخر هي خالتي وهي اللي عم تدير بال علي، مو مثل اهلي اللي لحشوني وراحوا. اولا اهلك ما لحشوكي، اهلك سافروا مشانك، مشان يحسنوا وضعهم ويامنوا لك مستقبلك. ثاني يعني اللي بيحب الثاني ما لازم يعذبه. انا ما بعذبها، هي اللي صايره عصبيه وعم تدقق على كل شيء وانا لساتني طفله. اها وانتي قلتيها، انتي لساتك طفله وهي خايفه عليكي، بعدين امك موصيتها فيكي وهلا هي مثل امك. انتي ما كنتي تسمعي كلمه امك؟ احيانا ايه واحيانا لا، بس امي مو صعبه مثل خالتي. اذا طلعت بتعمل لي قصه، واذا سهرت قصه، واذا تاخرت برات البيت بتعمل لي جرصه. احيانا الحياه. ليش انا لوين عم بطلع؟ عم بطلع اتفتل بالشوارع شي؟ عم بطلع لعند رفيقتي. ايه بتقولي لو هي بتاخدك لعند رفيقتك معناتها ما لسق فيني. يا ريم انت لساتك طفله والولاد اللي بعمرك ما بيطلعوا الا مع اهاليهم. ايه انا اهلي بالبحرين. قلنا لك لحشوني، قلتي لي من شانك، حيرتيني. ايه انت مو رح تزعليني، انت رح تجننيني. شو لحقتي تلفي يا برا؟ طلعت لعندها لقيت عندها جارتنا عم بتساعدها، فقلت لحالي يلا بنزل بعمل لها فنجان قهوه لروعه. لسه حديثنا ما خلص. لا وانا كمان فايته على المطبخ لعمل لها فنجان القهوه. تقليل الله يخليكي. حاضر. قال ما قالت لك؟ قال